وانا دخلت اوضه غلط ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. مش دي اوضه زين زكريا الديب؟ اه هي يا دكتور. ايه ده؟ ابن زكريا الديب بيصلي؟ لان قابلت ابوك في كل حته الا ان قابله في جامع. وحضرتك تعرف ابويا؟ طبعا ابوك ده حبيبي، وانت دلوقتي حبيبي وابن حبيبي. انا وابوك كنا زملاء في كليه الطب. طب انا ابويا ما اتعلمش ولا انا اتعلمت. نعم. انا بهزر معاك، قصدي انا ما اتعلمتش حاجه في كليه الطب. انا كل خبرتي خدتها من بعثه الماجستير والدكتوراه. ابوك كلمني وصحاني من النوم وقال لي ابني زين عندك في المستشفى، لازم تطمن عليه وتريحه اخر راحه. ريحه وطمنه يا دكتور، قول له ما يخافش على اللي شقيان من صغره، اللي خد وده مع الدنيا كتير وعارف امتى يقدف وامتى يسيب الميه ترفعه. شايل انت من الدنيا ومعبي شكلك. الدنيا دوامه ملهاش عوامه يا دكتور، لو عفرت معاها هتغرق، لو سبت نفسك هترفعك وتعدي. قول لابويا اطمن وما يخافش، انا كنت محتاج بس اقف من الساقيه اللي انا داير فيها، واقف مع نفسي وراجع حسبتي مع الدنيا، واشوف خدت مني ايه وادتني ايه. لا ده انت حكيم بقى. انا في الشارع من صغري يا دكتور، والشارع بيعلمك الدرس مره واحده بس، هتتعلمه هيعلم عليك. شقيانه في الشارع وانت ابن الديب الكبير؟ وهي الدنيا ايه غير شقه؟ الدنيا على ده وده، فيها وفيها، فيها اللي بيجري ورا لقمة العيش، وفيها اللي بيجري عشان يهضمها. ما تخافش، ابوك مش هيسيبك، هيطلعك من القضيه دي زي الشعره من العجينه. انا ما بخافش يا دكتور، عارف ان ربنا بيجيب حق الساكت وهو ساكت. انت شكلك يبان طيب، بس انا شامم ريحه ديابه جواك. انت مش سهل ابدا. مش سهل تيجي عليا واسكت. انا اشيل جبل على كتفي بالحب، ولا اشيلش حبه رمل بالغصب. لا ده احنا نكلم ابوك بقى نطمنه عليك. عيب ابوك بقى ان هو بينام بدري. رد يا زيكو. شفت يا سيدي؟ رجل اديني جيت بنفسي اهو علشان اطمن على زين واريحه اخر راحه. قول لبابا باي عشان اطمن عليك. اسمع يا زين. ازعل عساك اللي بره يا زين، الراجل اللي قدامك ده جاي يقتلك. مش هسمعك يا زكريا عشان السماعه في ودننا. اسمع يا رجل. لا ما تشكرنيش يا زكريا، ده انت جمايلك مغرقاني. ده انا مش عارف ارد جمايلك دي ازاي، بس خلاص أو زين ظهر اهو في الوقت المناسب. قول لبابا باي عشان اقفل السكه. ما تقفلش السكه، انا عندي اللي يرضيك وينسيك اللي جرى. انا جمايلك كلها هردها لك في زين ابنك يا زكريا. 80 مقبره مقفوله، خريطتهم معايا، معايا في برديه. شايف الحقنه دي يا زكريا؟ لا. هتودي زين في دنيا تانيه خالص. لا لا يا رجب ابني، لا صفي حسابك معايا انا. ابني لا، ابني ماليش دعوه. يا مجنون يا ابن المجنونه، يا مجنون يا ابن المجنونه يا رجب، يا ابن المجنونه. قتلت ابني يا رجب، يمين بالله لا يسلخ روحك. اغلط يا زكريا، اغلط كمان، اغلط وعد الغلط. ابنك نايم،
الحقنه اللي اديتها له السنتي منها ينيمك نوم عميق، الخمسه سنتي بقى ينيموك النومه الكبيره اللي مفيش بعدها قوم. كنت بتقول لي ايه عن موضوع البرديه والخريطه بتاعت المقابر المقفوله؟ ابعد عن ابني يا رجب. المعلم رجب، انا اقول لك قول لي يا دكتور رجب، اصلي حبيت الطب قوي. والنبي يا دكتور تعال بس بص على وشي، انت تعبان قوي. شفت اديني بقى الدكتور رسمي اهو. يا ابني الراجلين شدوا حيلكم. مات؟ شدوا حيلكم عشان هتشيلوه وطلعوه الرعايه في الدور الرابع. طب يلا. بسرعه يلا بسرعه. مش عارف المستشفى دي كانت هتعمل ايه من غيري يا زكريا. بكره تجيني انت وعزوز شايلين كفانكم على ايديكم وطالبين العفو، ومعاكم البرديه اللي فيها الخريطه بتاعت المقابر المقفوله. وخليك فاكر اللي نايم ابنك النومه الصغيره قادر ينيمه النومه الكبيره. اسمع يا رجل، البرديه دي مداريها عزوز من ورايا، انا وانت هنصنع عليه الخيه. تاخد انت البرديه وتخلص طلق منه يا دار ما دخلك شر، بس ابني ما يتمسش. سيبني افكر في الموضوع ده يا زكريا، بس ما تنساش بكره جينا انت وعزوز شايلين كفانكو على ايديكو طالبين العفو. بالاذن بقى عشان عندي عمليات. يلا يا اولاد. يلا يا دكتوره. الله يا زكريا، كنت بتعادي بقلب جامد عشان مالكش دراع يتلوي. دلوقتي انا مجبور اقول حاضر عشان ابني ما يدفعش تمن عداوتي.